بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ مساعد دكتور أشرف محمد علي. بنستكمل مع بعض المحاضرات الخاصة بالجزئية بتاعة الـ IB version 4 اللي كنا بدأناها في خلال محاضرتين. المحاضرة الأولانية اتعرفنا يعني إيه IP address، وبعد كده اتعرفنا هو بيتكون من إيه، من 32 بت، واتعرفنا بعد كده على طريقة تمثيل الـ IP address. قلنا ان هو ممكن يتمثل بطريقة الباينري نوتيشنز، بالباينري العادي زيروز وانز، وممكن ان هو يتمثل بطريقة الدوت الديسيمال اللي هو مجموعة من الديسيمال مفصولة عن بعضها بدوت بنقطة. تمام كده. وخدنا اكزامبل ازاي بنحول من باينري لدوت الديسيمال، والمحاضرة اللي فاتت خصصناها بس ازاي بنحول من دوت ديسيمال للايه الباينري. قلناها كده بطريقة بسيطة وطريقة سهلة وسريعة، انك ازاي تحول من دوت ديسيمال للجزء للباينري نوتيشن. النهاردة بقى المحاضرة بتاعتنا هتكون في حاجة مهمة جدا في الـ IP version 4. تعال نشوف السلايد بتاعنا بتقول ايه. بيقولك في الـ Classful Addressing الـ Address Space is divided into 5 classes. دلوقتي الـ IP address اللي عاملينه قسموه لمجموعة من الفئات. انت هتسأل نفسك سؤال، يعني ليه بيقسموه لمجموعة من فئات وايه هي هذه الفئات؟ هقول لحضرتك، لما بيجي واحد مثلا بيعمل شبكة في شركة معينة، يعني بيجي واحد زي مثلا بتجيب حد يصمم لك شبكة في الشركة بتاعتك. في ناس بتيجي مثلا بتطلب من مصمم الشبكة، بتقول له انا عندي مثلا سي 200 جهاز. ركز معايا قوي في الكلام ده لان الكلام ده مهم. يعني بيقول له انا عندي ايه، عندي 200 جهاز، انا عايز اعمل شبكتين بس، كل شبكة فيها 100 جهاز. تاني، يعني انا سي مثلا في الشركة اللي عندنا مثلا الشركة فيها 200 جهاز، 200 جهاز، اي جهاز 200 جهاز كمبيوتر، فعايز اربطهم ببعض. بس في واحد بيجي يقول انا عايز اعمل 100 جهاز منهم في شبكة و100 جهاز تانيين في شبكة تانية. تمام، تيجي تلاقي شركة تانية برضو عندها 200 جهاز. انا بقرب لك المعنى، احنا بنقول فور اكزامبل، فبيكون في عندها 200 جهاز برضو، بس طلب منك انا عايز 4 شبكات وكل شبكة فيها 50 جهاز. معايا في الكلام ده؟ طبعا هنا اختلف الايه، اللي اختلف عملية الديزاين اختلفت، ان هنا ده عنده عايز 4 شبكات وعايز في كل ايه شبكة عايز 50 جهاز. طيب شركة تالتة لقيت ان هو قال لي لا انا عايز عدد الشبكات بتاعتي مثلا 10 شبكات وكل شبكة فيها 20 جهاز. تمام، فالاختلافات دي كلها في اختلافات في ايه، في عدد الشبكات وعدد الاجهزة. مظبوط، يعني الاختلاف كله فين يا جماعة؟ في عدد الشبكات وعدد الاجهزة. فمن هنا بقى عملوا عملية الكلاسز دي، عملوا عملية الكلاسز، قسموها لكلاسات. قال لك والله بص، لو الشبكات، يعني انا فور اكزامبل، يعني لو الشبكات هي مثلا انت عايز شبكات قليلة واخد بالك وعدد الاجهزة كتيرة، هسميها كلاس معين. لو انت عايز الشبكات اكتر شوية وبالتالي عدد الاجهزة اقل، هنديها اسم. لو انت عايز الشبكات كتير جدا وعدد الاجهزة قليلة قوي، هيدوها ايه، كلاسز، كلاس تاني او فئه تانية. يبقى انا لما باجي مع مصمم الشبكات هو بيقول لي انت تبع انهي كلاس، على اساس انت عايز كام شبكه، وبالتالي في كل شبكه بيبقى في كام ايه، في كام جهاز. فقسموها هم بهذه الطريقه اللي قدامنا لخمس كلاسات، وهنتكلم عنه. انا بديلك بس المعنى ليه عملوا فئات او كلاسز، كلاسز يعني فئات، ليه قسموا الاي بي ادرس لمجموعه من الكلاسز، ده الفكره الرئيسيه اللي انا بشرحها لك. فهم قسموها لفايف كلاسز. ايه هم بقى؟ اللي هو كلاس اي وبي وسي ودي واي. تمام، تعالى ندخل بقى جوه الكلاسز دي بعد ما انا اديت الايه البريف السريع ده، الملخص السريع ده، على الهدف وراء ان انا بعمل كلاسز خاص بالاي بي ادرس. تعالى بص كده معايا، احنا برضو طريقة التمثيل بتاعتنا
اللي اتفقنا عليها يا اما باينري يا اما دوت الديسيمال. فهتكلم على الفايف كلاسز. لو انا موصف الاي بي فيرجن 4 بطريقه الباينري نوتيشن او بطريقه الايه الدوت الديسيمال نوتيشن. تعال نبص مع بعض. بص كده دلوقتي ادي الخمس كلاسات اهو، كلاس A كلاس B كلاس C كلاس D كلاس E. ركز قوي، بيقول لك بقى الكلاس A اول 8 بيتس اسمهم فيرست بايت، 8 من ناحيه الشمال، انا بتكلم من ناحيه الشمال، اول 8 من ناحيه الشمال سموهم فيرست بايت اللي هم مديله ايه. انا بتكلم على كلاس A اللي هو البلوك عندك اللي بالاصفر ده، اول بلوك على الشمال في كلاس A ده بيمثل الشبكه، تاني ده بيمثل النتورك، والتلاتة بايت اللي على يمينه دول بيمثلوا الهوست، الهوست اللي هو ايه الاجهزة. تمام، يبقى معنى كده ان الكلاس ايه النتورك قليلة لكن عدد الاجهزة ايه كتير جدا، صح ولا لا؟ تمام كده. انا بتكلم دلوقتي على ايه، على الايه الباينري، بتكلم سواء في الباينري نوتيشن او في الدوت الديسيمال، نفس الكلام اللي بقوله في الباينري هو اللي بقوله في الايه في الدوت الديسيمال. يعني لو بصيت على كلاس A في الدوت الديسيمال، الفيجر اللي على اليمين بيمثل الدوت الديسيمال، بص كده برضو هو عندك هنا فيرست بايت وعندي الباقيين متقسمين لايه اللي هم السكند بايت والثيرد بايت والفورث بايت، اسف الفيرست بايت والسكند بايت والثيرد بايت والفورث بايت اهي في الدوت الديسيمال اهو، عامل لك الخانه الاولانيه الخاصه بالفيرست بايت اللي هي متلونه بالاصفر دي، فدي خاصه بالايه بالنتورك، الباقيين خاصين بالاجهزه اللي فاضيه دي اللي هي مش ملونها خالص. تعالى بقى قال لك عشان اميز ان دي اسمها كلاس A، لو انا بتكلم على باينري نوتيشن اول بيت عندك من الشمال بزيرو، يعني انا وانا مغمض كده لو انا في بالباينري نوتيشن عايز اعرف ده كلاس A ولا لا، ابص على اول ايه بت. لو انا بتكلم على باينري نوتيشن لو لقيت اول بت بزيرو تعني ان انا فين، ان انا في كلاس A. طب لو في الدوت الديسيمال قال لك اي قيمه ما بين زيرو و 127 تاني، يعني انا دلوقتي عايز اعرف انا شغال على كلاس A ولا لا، الاي بي بتاعي ادرس، وهندي اكزامبل على هذا الكلام، انا في كلاس A ولا مش في كلاس A. تمام، اعرفها ازاي؟ اعرفها من اول لو انا بشغال باينري اول بيت عندي، لو اول بيت بزيرو ابص كده اول بيت لقيتها بزيرو من ناحيه الشمال يبقى ده كلاس A، لو انا لو التوصيف بتاع الاي بي ادرس في صوره الباينري. طب لو في صوره الدوت الديسيمال قال لك اول رقم، ما هو بيبقى رقم اللي هو اول رقم على الشمال من 0 ل 127، والايه اللي انا قلته في الباينري نوتيشن ايكويفالنت مساوي للي انا بقوله في الدوت الديسيمال. يعني لو الرقم عندك بالديسيمال من 0 ل 127 لازم اول بت على الشمال خالص تبقى بزيرو. اقول لك الكلام ده ازاي، تعال نجيب القلم بقى، نجيب القلم بتاعنا كالعاده عشان نوضح ونبسط الامور. دلوقتي انت عارف ان احنا في الجزئيه دي لما جينا المره اللي فاتت ان انا متقسم لكام خانه، لثمان خانات. تعال نحط الثمان خانات عندنا كده لان هنستفيد بيهم ايه في الشرح، ايه الجزئيه دي، ادي ثلاثة، ادي ثلاث خانات، ادي اربع خانات، ادي خمس خانات، الخانه السادسه، الخانه السابعه، الخانه الثامنه. اذا كان انا بقول لك بقى ان الديسيمال من 0 ل 127 يبقى لازم اول خانه هنا تبقى بزيرو، صح ولا لا؟ يبقى دوت، يبقى ده في الباينري نوتيشن، يبقى اول خانه عندك على الشمال بزيرو، لذلك انا قلت لك اول رقم على الشمال خالص بزيرو يبقى ده كلاس A وانا مغمض، شفت زيرو يبقى ده كلاس A، بالديسيمال الرقم من 0 ل 127 يبقى ده كلاس A، يعني مثلا الرقم 125 يبقى ده كلاس كام؟ كلاس A. مش انت مثلا انا بمثلها لك كده مثلا، سي قلت لك 125 دوت، ما يهمنيش اعرف دوت كام، دوت مثلا يا سيدي 6 دوت 8 دوت 1 ما يهمنيش، المهم اول واحد كام 125 من 0 ل 127 قلنا يبقى ده كلاس ايه، يبقى ده كلاس ايه.
طيب ده بالنسبه لكلاس A. تعال ندخل على كلاس B. كلاس B بقى بياخد اول تو بارتيشن اللي بالصفر، دول خاصين بالنتورك، والبارتيشن التانيين خاصين بالمين، بالهوست. يعني عدد هنا الاجهزه اللي داخل الشبكه اقل، وعدد الشبكات هنا اكتر. تمام. تعال نفس المعنى في الايه، في الايه، في الدوت الديسيمال. ده كلاس بي اهو، في اللي بالاصفر ده النتورك، يعني في شبكتين، والاجهزه اللي هي الهوست اللي بالابيض في ايه، متقسمين لتو ايه بارتيشن. يبقى عدد الشبك، مش شبكتين انا اسف، يعني اول تو بارتيشن نتورك، مش معناها شبكتين انا اسف، دي معناها ان اول توصيف ليك في التو بايتس بيمثل النتورك، لكن هما طبعا كتير، عدد شبكات كتير، لكن ايه ان هما عددهم هنا كام، اللي حاجز الشبكه الاول تو بايت، سواء في الباينري نوتيشنز او في الدوت الديسيمال ايه نوتيشن. والتو بايتس الاخاره خاصين بمين، بالهوست. طب ايه اللي يقول لي ان دي كلاس بي؟ لو كان في حاله الباينري نوتيشن اولها 1 0 1 0، او يعني من الشمال خالص اولها 1 0 اللي هي 10، بيتقال 10 بس هي مش 10، لان الباينري ما فيش حاجه اسمها 10، بس في بيقول لك ايه بالباينري 1 0، يبقى دوت ايه كلاس ايه، على طول اقول كلاس بي. طب ولو كانت متمثله بالدوت الديسيمال؟ قال لك من 128، يعني الخانه الاولانيه على الشمال من 128 ل 191، اقول على ده كلاس بي. كلاس بي يعني الخانه الاولى والخانه الثانيه خاصين بالنتورك. تمام كده. طيب تعالى للكلاس سي، خد لك بقى الخانه الاولى، انا بتكلم الشمال، والخانه الثانيه والخانه الثالثه خاصين بالشبكات، والخانه الرابعه الفاضيه دي خاصه بالاجهزه. نفس الكلام بالنسبه للدوت الديسيمال، الخانه الاولى والخانه الثانيه والخانه الثالثه اللي بالاصفر خاصه بالشبكات، والخانه الفاضيه مين، خاصه بالهوست. تمام. تعال بقى بص لي ايه اللي يميزها، اقول دي كلاس سي اول حاجه فيها، لو انا شغال باينري نوتيشن 110 يقول لك ب 110، بس بنقول مش 110 بالديسيمال، دي باينري 110. لو انا لقيت من ناحيه الشمال 110 اعرف ان ده كلاس سي. طب لو كانت متمثله بالديسيمال من 192 ل 223، هتعرفهم بالخبره دول. يعني انا الاقي مثلا ايه، يجي واحد يبص كده الشبكه اللي عنده 195.8.4 بوينت اي حاجه، واحد اي حاجه، اول حاجه اقراها 195، ده في طريقه الدوت الديسيمال، يبقى ده كلاس سي. ليه؟ لانه في الرينج من 192 ل 223. طب لو متمثله بالباينري ابص على البيتس بتاعتي اولها 110 يبقى ده كلاس سي. يعني ايه كلاس سي؟ يعني اول 3 بايت خاصين بالشبكه، بالشبكات، البايت اللي على اليمين خالص خاصه بالمين، بالهوست. تمام كده. طيب دول اهم كلاس A و B و C. الدي والاي مش هم ذات الاهميه القصوى زي الاي والبي والسي، تمام، بس بتعرفهم برضو اهي، بيبقى كلاس دي برضو بس زي ما انت شايف كده، هو مش حاطط لك ولا شبكه ولا هوست، خدت بالك؟ لانه حاطط لك اهي اهي، يعني اجهزه، كانها اقول انها اجهزه، مش هقول انها شبكه او هوست، هقول انها مجموعه هوست بقى، ممكن واحد يقولها مجموعه هوست، تمام، مفيش شبكه كده، تمام. فدي ليها استخدامات معينه، انا مش عايز الخبطك دلوقتي، ليها استخدامات معينه، ممكن تعتبرهم ان هم هوستس كلهم. بص كده بدايتها بتبقى كام؟ 1110، يعني 1110 كباينري، وكديسيمال من 224 ل 239. مش عايز اركز عليهم قوي. وهو وكلاس اي برضو نفس الكلام، بس بدايته كام؟ يبقوا كام؟ 4 وحايد، واللي ايه في الطريقه بتاعت الدوت الديسيمال من 240 ل 255. انا عايز بس اركز دلوقتي عشان ما لخبطكش على الثري كلاسز A وB وC. تاني الكلاس بتاعتي انا بقسم كلاسز ليه؟ حسب انا عايز الشبكات بتاعتي هي اللي كتيره والهوست قليله،
ولا عايز العكس، عايز الشبكات تبقى قليلة والهوست كتير؟ انت عايز ايه؟ لو انت عايز الشبكات قليلة والهوست كتير يبقى انت كلاس ايه، يبقى انت من الفئة بتاعت ايه، الاي بي ادرس بتاعتك هتبقى كلاس ايه. لو انت عايز مودريت العدد الشبكات وعدد الهوست وسط، الاتنين يعني تقريبا متساويين، يبقى ده كلاس بي. لو عايز عدد الشبكات كتير وعدد الاجهزة قليل اللي داخل الشبكة يبقى انت كلاس سي. اعرف منين انا كلاس ايه ولا كلاس بي؟ اللي بيصمم الشبكة بيحط لي الاي بي ادرس ان انا كلاس ايه او كلاس بي او كلاس سي ازاي؟ حسب، لو باينري بتبص للبيت الاولانية في كلاس ايه، لو زيرو على الشمال يبقى ده كلاس ايه، لو من زيرو ل 127 بالنسبة للدوت الديسيمال يبقى ده ايه، كلاس ايه. طب كلاس بي بعرفه ازاي؟ اول بيت على الشمال 10 يبقى ده كلاس بي. طب لو انا شغال بالدوت الديسيمال من 128 ل 191 يبقى ده كلاس بي. طيب لو انا عايز اعرف ده كلاس سي ولا لا، اول بيت على الشمال 110 يبقى ده كلاس سي، وبالنسبه للدوت الديسيمال من 192 ل 223 الرينج بتاعه. تمام. طيب تعالى بس نعمل السكرين بتاعتنا كده. كده انا بدات بقى اعرف يعني ايه كلاسز، فئات، وايه انواعها في الاي بي ادرس، وازاي اميز ما بين الكلاسز وبعضها. تمام كده. طيب تعالى نستكمل المحاضره من خلال الاكزامبل ده. يعني انا دلوقتي هديك اكزامبل ياكد بقى عندي انا في انهي كلاس. تمام، انا معايا اكزامبل اهو، هنشوف من خلاله انا موجود في ايه الاكزامبل ده، اعرف من خلاله انا في انهي كلاس عشان ااكد على المعلومه اللي انا لسه قايلها. بس خليكم معانا شويه عشان ايه، نديكم زي ريست صغير كده. بنستكمل المحاضره بتاعتنا، كنا توقفنا عند الاكزامبل اللي قدامنا دوت، بيقولك حدد الكلاسز بتاع كل ادرس. دلوقتي اول حاجه رقم ايه، هو ممثل لي الاي بي ادرس بمين، باينري ولا دوت الديسيمال في رقم ايه؟ هو هنا ممثلها لي بالايه، بالنظام الباينري. اذا ابص على اول بيت اللي هي انا معلم لك عليها بالاخضر زيرو، يبقى ده كلاس ايه، قلنا يبقى ده كلاس ايه. تمام كده. طيب تعالى في رقم بي، ابص اول حاجه هو ممثلها في صوره الباينري ولا ممثلها الاي بي في الصوره الباينري ولا في الصوره بتاعت الدوت الديسيمال؟ هو ممثلها لي في الصوره الباينري. يبقى ابص على ايه، اول بيتس عندي 110، خلي بالك 0 10 110، انا دي بس بتثبت لي المعلومه، لكن هي مش 110 لان 110 دي ديسيمال و110 دي ايه، باينري. فخلي بالك، يبقى 110 دي 0 10 110، في ناس كده تقولها 0 10 110 وتكمل بقى 1000 110 وبعدين ايه وهكذا يعني. فانا دلوقتي عندي ايه 110، يبقى 0 10 110 يبقى هو كلاس سي. ان انا بادئ من الشمال خالص بكام، ب 110، يبقى انا في كلاس سي. خلاص كده. طب تعالى لرقم سي، محطوطه في الصوره الباينري ولا في الدوت الديسيمال؟ اهي محطوطه في الدوت الديسيمال، اهي دي صوره ديسيمال اولها 14. ال 14 دي تعتبر انهي رينج عندي، كلاس ايه؟ قلنا من صفر لكام؟ ل 127. يبقى اذا 0 ل 127 يعني ال 14 داخل هذا الرينج، يبقى دي كلاس ايه على طول. مثال بسيط قوي، تعالى الكلاس دي 252، 252 دي اللي في الاخر اللي هي تعتبر تابعه لمين؟ لكلاس اي. خلي بالك، واحد يقول لي هو انا هحفظ الحته دي؟ معلش، دي بالتكرار هتلاقيها ثبتت في دماغك، لكن دي مهمة قوي. لذلك انت ما تيجي تقرا اي بي ادرس تعرف انت تابع انهي كلاس على طول، يعني مجرد انك تقرا تعرف انك تابع لانهي كلاس، مجرد انك تقرا الايه، الاي بي ادرس بتاعك. معايا يا جماعه؟ طبعا اكزامبل بسيط قوي ترجمه للجزئيه اللي احنا لسه شارحين. تعال بقى الحته بقى مهمه، بيقول لك عدد البلوكس والبلوك سايز في الكلاس فول اي بي فيرجن فور ادريسنج. ده بنسميه كلاس فول، ان هو كلاسز، الكلاسز بتاعتنا. يعني ايه نمبر اوف بلوكس؟ يعني عدد، المقصود بيها عدد الشبكات، اللي انا بقصده بيها النمبر اوف نتوركس، عدد الشبكات بتاعتي. والتانية البلوك سايز، كل شبكه فيها قد ايه بقى هوست.
تعالى بقى دي نجيبها القلم بقى نجيبه عشان نشوف احنا عندنا في كلاس ايه في كام شبكة. تعالى كده نجيب القلم بتاعنا، انا في كلاس ايه في كام شبكة؟ كاتب 128. طب دي جت منين؟ إيه؟ واحد يسأل ازاي كلاس ايه في 128 شبكة؟ يعني ازاي كلاس ايه في 128 شبكة؟ عايز افهم الكلام ده، ازاي الكلام ده؟ هقول لحضرتك، احنا زي ما قلنا في كلاس ايه اول واحدة خاصة بايه يا جماعة؟ النتورك، اهي انا بتكلم على كلاس ايه، والبايت التانية الهوست، انا بتكلم على ديسيمال دوت، يعني ايه بالدوت الديسيمال دلوقتي، تمام؟ ساعات اتكلم بالدوت الديسيمال، ساعات اتكلم بالايه؟ بالباينري، حسب الحاجه الاسهل في الايه الجزئيه اللي بشرحها. دلوقتي انا النتورك عندي خلاص من زيرو لكام في كلاس ايه؟ ل 127. ببساطه جدا يبقى دول كام شبكه؟ من زيرو ل 127، يبقى عددهم كام؟ 128، صح ولا لا؟ يبقى هو ده عدد الشبكات اهي. طب العدد الهوستس بقى خدت بالك عددهم كام؟ ارجع بقى للايه للباينري بقى، شوف الباينري يسهل لي عشان اعرف البلوك هوست. مش انت عندك ده 8 بيتس وده 8 بيتس والهوست التالت 8 بيتس، تمام كده؟ طيب لو جبت العدد، مش دول مجموعه من الزيروز والوانز، كل واحده زيروز والوانز، 2 اس كام؟ دول عددهم 24، يعني عدد الهوست المفروض عندي هنا اللي انا عايز احسبه 2 اس 24، دول عدد الهوست. الرقم ده مش معناه 2 اس 4 في 2 اس 20 يعني 16، يعني 16 ميجا. ادي ال 16 اللي ظاهره قدامي اهي، طبعا 16 ميجا، اوعى حد يقول لي 16 في 10 اس 6، لا انت عندك الكيلو 1024، يعني الميجا 1024 تو ذا باور ايه؟ تو 1024 في 1024. فعشان كده هتجيب لك 16، هتلاقي الرقم الاولاني 16 اللي هو 2 اس 4 يعني 16 ميجا. عدد الهوست كبير جدا زي ما انت شايف. خلاص؟ تعالى في كلاس بي. ركز بقى في كلاس بي قوي، ده يمكن اصعب شويه. بيقول لي عدد الشبكات 16384. طب عايز اعرف دي جت منين؟ بص ركز قوي قوي عشان تعرف دي جت منين، ركز معايا جدا. انت في الكلاس بي اول اتنين خاصين بالنتورك، والاتنين الاخر خاصين بايه يا جماعه؟ بالهوست، تمام كده؟ طيب النتورك هي دي اول واحد على الشمال، هو اللي بيحدد لي النتورك من كام لكام يا جماعه؟ من 128 ل 101 لغايه 191، دول عددهم كام؟ من 128 ل 191 دول عددهم كام؟ واحد هيقول لي هطرح الاثنين من بعض، بس خلي بالك وهتطرح وتعمل حاجه كمان وتزود واحد معايا؟ هأكد لك على المعلومة دي، أصل في واحد يقول لي هطرح وبعدين إيه؟ لازم تيجي تعمل إيه؟ لازم تزود واحد، يعني هتطرح الاتنين من بعض وبعد كده تعمل إيه يا جماعة؟ وتروح مزود عليهم إيه؟ عليهم واحد، إزاي؟ أنت في اللي فاتت لما كان من زيرو لحد 127، أنت عملت إيه؟ أنت طرحت 127 ناقص الزيرو، إديتك كام؟ إديتك 127، والعدد الفعلي كام؟ 128. يبقى زودت واحد ولا ما زودتش؟ طب والواحد ده جه منين؟ لانك المفروض لما بتطرح كانك بدات من بعد الزيرو، قلت زيرو بعدها واحد لحد 127، فعشان انت عديت الرقم الاولاني فعشان كده انت زودت واحد، فدي خدها قاعده عشان تعد العدد كله، يبقى ده ناقص ده 191 ناقص 128 بكام يا جماعه؟ ب 63 زائد واحد، يبقى دول عددهم 64. حلو جدا، يبقى دول عددهم 64. طب العدد اللي مكتوب عندي هل هو 64؟ العدد اللي مكتوب عندي هل هو 64؟ لا، هو مش 64، مكتوب 16384. ليه؟ ال 64 دول هنا عندي البايت الثانيه شبكه، البايت الثانيه عباره عن شبكه اللي فيها 8 بيتس. طب 8 بيتس دي دول يعني كام حاجه؟ يعني 256 حاله.
يعني كأني عندي 64 في 256، هو اللي يطلع لي الرقم ده. يعني المفروض ان انا عندي ال N ب 256 حاجة، يبقى عدد الشبكات عندي، ما انا عندي البايت الثاني عمل لي 256 شبكة، والبايت الاولاني عمل لي كام؟ 64 شبكة. هتيجي تقول لي الحاجة دي انا ما عملتهاش فوق، لانها كانت ايه؟ كان البايت الاولاني الخاص بالشبكات بس، فانت جبت ال 128 على طول، يعني الرقم بتاع ال 128 جبته على طول. لكن هنا البايت الاولاني خاص بالشبكة والبايت الثاني خاص بالشبكة، فالبايت الاولاني عمل لي 64 شبكه متوزعين على كام؟ على البايت الثاني عمل لي 256، اضربهم في بعض يعني 2 اس 6 في 2 اس 8 اللي هي 2 اس كام؟ 2 اس 14. 2 اس 14 دي معناها ايه؟ 2 اس 4 في 2 اس 10، صح ولا لا؟ 2 اس 4 اللي هي 16، و2 اس 10 كيلو، يعني ادي 16 كيلو، 16384 1000 ما الكيلو 1024، 1024 في 16 هتديك 16384، يبقى دول عدد الشبكات بتاعتي. طيب عايز اجيب عدد الاجهزه دي جت منين؟ عدد الاجهزه دي جت ازاي؟ ببساطه قوي، الاثنين هوست دول عددهم كام على طول؟ دول 8 بيتس ودول 8 بيتس، يبقوا 16، يبقى 2 اس 16، 2 اس 16 اللي هي 65536. 2 اس 16 يعني 2 اس 6 في 2 اس 10، تعالى اكتبها لك برضو، ما فيش ما يمنع. تعالى بس نعمل كلير للسكرين عشان العمليه تبقى ايه؟ واضحه عندك. دلوقتي انا هتكلم على دي جت منين؟ انا عندي الكلاس بي نتورك، وبعدين نتورك، وبعدين هنا هوست، وبعدين هنا ايه؟ هوست. الهوست عندي ده في كام؟ في 8، وده في 8، يبقى كلهم على بعضهم عددهم كام؟ 2 اس 16. 2 اس 16 اللي هي بتساوي 2 اس 6 في 2 اس 10. 2 اس 10 اللي هي 1 كيلو في 2 اس 6 يعني 64 كيلو، اللي هي 65536، لان انت بتضرب 64 في 1024 مش في 1000. تعالى ندخل على كلاس سي بقى، القيمه دي جت منين؟ دي عدد الشبكات. تعالى في كلاس سي انت عندك كام نتورك؟ ادي نتورك، ادي نتورك، ادي نتورك، ادي هوست، صح كده؟ طب تعالى كده النتورك دي من كام لكام؟ خلي بالك في واحد يقول لي اقول 2 اس 24 على طول، مش دول 8 و8 و8، لا، لان اول بايت مش واخد ايه؟ مش مغطي الايه؟ ال 256 كله. خلي بالك من النقطه دي. يعني زي ما انت شفت هنا في كلاس ايه؟ انت عندك مثلا ايه؟ هاكدها لك، ادي نتورك وهوست وهوست وهوست. اي نعم ال ان دي 8، بس انا قلت لك من 0 ل 127 فما خدتش ال 256 كلهم، يعني اول واحده مش واخده ال 256 كلهم، اول واحده على الشمال. هنا واخده من كام يا جماعه؟ من 192 كلاس سي، من 192 ل 223، دول كام واحده؟ برضه اطرح الاثنين من بعض وازود واحد، يبقى 8 و 23 يبقوا 31، يبقوا 32، يبقى ده الواحد واخد 32، يعني 2 اس 5، خليها بقى 2 اس. طب والاثنين التانيين 8 و8 يبقوا كام؟ دي عامله 2 اس 8 ودي عامله 2 اس 8، يعني كاني بضرب في 2 اس كام؟ 16، صح ولا لا؟ 2 اس 5 في 2 اس 16 مش 2 اس 21؟ بتساوي 2 اس 21. 2 اس 21 يعني ايه؟ يعني 2 اس 1 في 2 اس 20، يعني 2 ميجا. اهي ديت ال 2 ميجا، ادي اولها 2، 2 ميجا. طب وعدد الهوست؟ سهل قوي، الهوست ال 8 بيتس يعني 2 اس 8 يدوني ال 256 على طول، دول عدد الهوست. يبقى النمبر اوف بلوكس ده مقصود بعدد الشبكات، وده البلوك سايز اللي هو عدد الايه؟ الهوست. ماشي يا جماعه؟ كده احنا عرفنا عدد الشبكات في كلاس ايه، انت عايز 128 شبكه وعدد الهوست في كل شبكه كذا، يبقى انت تستخدم كلاس ايه، تمام؟ او اقل، يعني مثلا واحد كلاس ايه، واحد قال انا عايز 125 بلوك وعايز عدد الهوست كذا، بتبص
لإيه يا جماعة؟ الرينج بتاعك آخرك في نمبر أوف بلوكس في كلاس إيه 128، أكتر من كده تدخل على كلاس بي. الكلاس بي 16384، أكتر من عدد الشبكات ده تدخل على كلاس سي، ونفس الشيء بالنسبة لعدد الإيه الهوست. تعال بص للأبلكيشن ده، أنا لسه ما قلتش عنه إيه يونيكاست دي؟ يونيكاست يعني جهاز بيخاطب جهاز. خلاص، جهاز بيخاطب جهاز في الشبكه، جهاز بيخاطب جهاز، ده التكنيك اللي ماشي عليه. امال بقى الكلاس دي، انا بقى عايز اتكلم على، صحيح نتكلم على كلاس دي وكلاس اي اللي احنا بنقول اقل اهميه من الثري كلاسز بالاريز، دول الثلاثه الخاصين باليونيكاست، الكلاس اي وبي وسي. ملاحظ بقى، كلاس دي شبكه واحده وكل دول هوستس، الثانيه كلاس اي شبكه واحده وكل دول هوستس، بناء طبعا على الرينج بتاعهم اللي هو برضو يعني كلهم خاصين بالهوست. فهتجمع بقى العدد البيتس اللي عندك، ال 32 اتنين بقى ايه ال 32 بيتس كلهم مخصصين للهوست. بس خلي بالك ان انا واخد رينج فيهم، يعني مش هاخد، بص برضو مش هاخد ال 32 كلهم، تمام؟ طب تعالى بس افكرك بحاجه، معلش هرجع بالسلايد لورا. انت عندك في كلاس دي كان من 224 ل 239، معايا؟ يعني كام واحده دول؟ من 224 ل 239 يعني 16. هتضرب ال 16 في مين؟ في 2 اس 24. ونفس الحكايه بالنسبه لكلاس اي، 16 في 2 اس 24، معايا؟ هي دي اللي هتجيب لك الرقم ده. يبقى 16 في 2 اس 24 الكلاس دي، او 16 في 2 اس 24 بالنسبه للكلاس اي، هو ده اللي يجيب لك العدد ده، كانه عدد كله هوست. بس بيقول لك مالتي كاست. مالتي كاست يعني ايه؟ يعني واحد، انا اسف، يعني واحد بيبعت لكذا جهاز. هجيب بس القلم. يعني واحد بيبعت لكذا جهاز والسيرفد يعني محفوظ. فدول مش مهمين، انا اللي يهمني دلوقتي اللي مهمين قوي هو الكلاسز بتاعتي، الكلاس A والكلاس B والكلاس C. معايا كده؟ عرفنا عدد البلوكس وعرفنا مين البلوك سايز بتاعنا، ماشي يا جماعة؟ طيب طبعا الريس اول، عايزين بس نشوف الايه الجزئية التانية اللي عايزين نتكلم فيها. بيقول لك في الكلاس فول ادريسنج جزء كبير من الادرس المتاحه بيحصل لها هوستد، يعني في ادرس كتير جدا انت ما بتستخدمهاش. يبقى الطريقه دي مشكلتها ان في جزء كبير بتقدرش انك انت ايه تستخدمه. وبكده احنا الجزئيه بتاعتنا بتاعت الكلاسز يعتبر كده ايه، يعني حاولنا نغطيها بشكل كبير جدا. ما زلنا هنقعد نتكلم برضو في بداية المحاضرة الجاية، يعني كده المحاضرة بتاعتنا تعتبر انتهت. بداية بقى من المحاضرة الجاية هنستكمل هذا الموضوع، وهنعرف ازاي نعرف احنا مثلا في نفس الشبكة ولا في شبكة مختلفة. يعني انا مثلا واحد يسألني سؤال، انا دلوقتي موجود في نفس الشبكة ولا موجود في شبكة مختلفة؟ اعرف الكلام دوت ازاي؟ تمام؟ في طرق لمعرفة ان انا موجود في نفس الشبكة او في شبكة مختلفة، وده ان شاء الله هنتعرف عليه في المحاضرة القادمة. واشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.